تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير، فوصلت قيمة تداول الدولار الأمريكي إلى 1000 ليرة سورية بتراجع قدره 30% تقريبا، تراجع يربطه مراقبون بالتظاهرات والأزمة السياسية في لبنان المجاور، حيث يعد النظام المصرفي في لبنان بوابة رئيسية لتدفق العملة الأجنبية إلى سوريا. الاحتجاجات في لبنان دفعت المصارف إلى وضع قيود على عملية سحب العملات الأجنبية.